هي بلغتنا البدوية تتمرغ في ساحات الأقصى عارية. والله العظيم إن شاء الله ستزول هي ومن جابي والاحتلال اللي دخل إن شاء الله رب العالمين. فالله أكبر ولله الحمد، إن شاء الله، لأن هذا الظلم على علو كبير. لكن نحن الضعفاء اليوم الذي لا نملك إلا الكلمة أو القلم أو الخطبة أو المحاضرة، نقول اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا. اليوم احنا ضعفاء لا نملك شيء. طب ايش بتملك يا أسامة؟ ايش بتملك ابو رمضان؟ ايش بتملك ابو محمود؟ ايش بتملك ابو اشرف؟ ان نرابط في المسجد الاقصى المبارك من صلاة الفجر الى صلاة العشاء، وان كان هذا الثمن هو السجون خلف هذا السياج فمرحبا اهلا بالسجون من اجل الاقصى والقدس ان شاء الله. ربا بصدور عارية هذا الودنية. طب انتوا بتقولوا مرابطين ومرابطات ممنوع، طب كيف؟ طب من الرباط هذا كلمة في القرآن، ممكن ابو رمضان احنا نرفع كلمة آية من القرآن؟ ممنوع، بيصير خلل في العقيدة، بيصير خلل في الدين، بيصير خلل في الإيمان. دير بالك يا شاب انك ترابط وحطوك جوي، خلي يحطك جوي من اجل الرباط في المسجد الاقصى المبارك. فالله اكبر ولله الحمد، الله اكبر ولله الحمد. هذا الودنية، هذا اللي ودنية. طب انا ضعيف، ضعيف، ممنوع تزقر عليه حصوه في المسجد الاقصى المبارك، ممنوع تزقر عليه كنيه ميه في المسجد الاقصى المبارك. هذا اللي لابس سي الشرطه، ولكن سأرابط وتربع واجول واصول عند زيتون الاقصى وعند شجر الاقصى وعند مصاطب الاقصى وعند ابواب الاقصى وعند كل ذره في المسجد الاقصى المبارك، وسوف اردد أن القدس والأقصى في خطر حتى زوال الاحتلال الإسرائيلي عنه قريبا إن شاء الله.